أحرمت أخذت عمرة لوالدي رحمه الله، فهل آخذ عمرة لي من التنعيم؟ لا، لا تكرر العمرة، يكفي عمرة واحدة تكفي إن شاء الله، وتدعو لوالدك أو والدك ومن تريد تدعو لهم، تكثر من الدعاء لهم. نعم، أما تكرار العمرة في وقت متقارب فلا يستحسن هذا. وأيضا الخروج من الحرم إلى الحل لعمرة، بقائك في المسجد الحرام أفضل، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، بقائك في المسجد الحرام صلاتك فيه هذا أفضل من الذهاب للإتيان بعمرة. نعم.